عليكم ان شاء الله كامل تكونوا بيان ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الوغ اليوم ان شاء الله راح ندير معكم اون ريسيت تاع اون تارت بليزابريكو ساك والياغورت بالمشمش المجفف والياغورت. راح تكون بزاف بزاف بنينه ولا قد ما نقول لكم بنينه ونشكرها لكم ما رانيش رايحه نوفي حقها. نتمنى ان شاء الله من كل قلبي تجربوها تنجحوا فيها وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير. الوغ اللي عجبتو لا ريسيت تاع اليوم ما ينساش ياكتيفي لا كلوش باش يلحقوا كل ما هو جديد، وان شاء الله المزيد من المزيد من الوصفات الناجحه والرائعه. ودوكا تيك نخليكم مع المكونات ولا مع لي زانغريديون تاع لا تارت تاعنا. الوغ بسم الله نبداو بلي زانغريديون تاع لا بات بريزي سكري. رانا رايحين نديرو عجينه مكسره حلوه. نحتاجو هنايا 250 غرام تاع فرينه، 125 غرام تاع زبده تكون غامولي وتكون تمبيراتور امبيونت تكون بدرجه حراره الغرفه. هنايا عندي زوج مغارف كبار تاع ماكله تاع سكر كلاص. هنايا 50 مليليتر 50 مليليتر تاع الماء. هنايا ان جون دوف صفار تاع حبيبه ولا دجاج. وهنايا عندي مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لافاني. الوغ اون فا كومونسي بلا بريباراسيون تاع لا بات. هنايا في لو ريسيبيون تاعي كيما راكم تشوفوا عندي 250 غرام تاع لا فارين. حنزيد عليها 125 غرام تاع الزبده. بسم الله ونبداو ندخلو هذيك الزبده غير بالطرف تاع صبعتينا في لافارين. فوالا نخدموها بيان ما تعجنوهاش باش ما تجيكمش لاباط معجنه. فوالا طموها بيان وحلوها مليح باش ينسجموا لنا هاد لي دو زانغريديون. بعد ما دخلت بيان هذيك الزبده في لافارين هنايا نضيف هذوك زوج مغارف كبار تاع ماكله تاع السكر كلاص. فوالا نسيت ما قلت لكمش انو السكر كلاص ولا فارين تاعي كنت غربلتهم من قبل. سي تري امبورطون نغربلو المواد الناشفه تاعنا باش تحصلوا على نتيجه مليحه. فوالا كيف كيف ندخلو بيان هذاك لو سكر كلاص مع لو بور ولا فارين. كنخدموهم مليح. نزيدو هذيك مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لافاني. نسمو لاباط تاعنا. هنايا نزيد هذاك لو جون دوف صفار تاع حبيبه ولا دجاج. ونزيد هذيك 50 مليليتر تاع الماء. عطيت لكم هاد لاباط بمقادير مضبوطه بغير بصفار تاع حبيبه ولا دجاج و 50 مليليتر تاع الماء. لاباط راهي رايحه تنطم لنا فاسيلمون. فوالا ما نعجنوهاش توجور غير بلي بو دي دوار رؤوس الاصابع. نطمو لاباط تاعنا. فوالا نطموها بيان. فوالا كي قريب نكمل لكم كامل لا بات تاعكم ديروا هاد لا بوتيتاس جوست. تقدروا ميم ديروها سور لو بلون دو طرافاي. حلوا كامل لا بات تاعكم بين لي دوا تاعكم بين صبعتيكم باش تشوفوا اسكو الزبده هذيك دابت لنا كامل وما بقاولناش دي مورسو. فوالا انا الزبده تاعي خدمتها بيان في لو ديبي الوغ دابت لي كامل. هنايا نطم لا بات تاعي نفورميها كوم اون بول. نحبط كامل هاد لي باروا. فوالا نفورميوها اون بول نحطوها في لو بابيي سولفيريزي ولا في بابيي فيلم ونخلوها تروبوزي في الفريجيدير بوندون 15 مينوت 15 دقيقه. كما سبق ليا وقلت لكم انه لا طارت تاعنا تاع اليوم راهي رايحه تكون بالمشمش المجفف والياغورت. الوغ هنايا عندي اون بوتيت كونتيتي كميه قليله تاع مشمش مجفف لي زابريكو ساك قسمتو هكذايا مرسوات صغار. هنايا عندي 4 بو تاع ياغورت لاغون تاعهم كيف كيف تاع المشمش. تقدروا تستعملوا اي ماركه تحبوها ولا اي ماركه موالفين بها. المهم تكون النكهه ديالو تاع المشمش. هنايا عندي 100 غرام تاع السكر 100 غرام تاع السكر. عندي هنايا زوج حبيبات ولا دجاج. وهنايا 20 غرام تاع لا مايزينا 20 غرام. وهنايا عندي رشه صغيره تاع لافاني. بسم الله نبداو لا بريباراسيون تاع لا كريم ديالنا. اول حاجه هنايا دون زان ريسيبيون ندير لي زو ديالي هكذا. نضيف عليهم هادوك 20 غرام تاع لا مايزينا هنايا. ونضيف عليهم هذيك الرشه تاع لافاني وغير بلو فوي مانويل نخدموا لا كريم تاعنا. طريقه بزاف سهله ما تاخذش كامل الوقت. ولا غير فرانشمون هاد لا تارت هاديه ما كنوجدها غير في 20 دقيقه تكون واجده والنتيجه تاعها هايله. ما نقولكمش بلي بزاف بنينه ايتوما نشكرها لكمش بزاف. جو بريفير تسيوها وانتوما اللي تردوا لي الخبر. فوالا نضربوا بيان لا مايزينا مع لي زو ولا فاني. نضيفوا عليهم هنايا هذيك 100 غرام تاع السكر 100 غرام تاع السكر توجور نخلطوا مليح.
تضربوا بيان. هنايا ما يهمش لي زانغريديون شكون تسبقوا، سكر ولا لا مايزينا ولا سي لا ميم شوز، صافي عندكم تضربوا بيان هنايا بلو فوي باش ما يجوكمش هذوك لي غرومو. الا جاوكم لي غرومو ما كاش مشكل، تقدروا تصفوا لاباري تاعكم. فوالا، بعد ما خلطت بيان لي زانغريديون ديالي، هنايا راني رايحه نزيد هذوك لي 4 بو تاع الياغورت لي قلت لكم ديروه معطر ولا اروماتيزي بالمشماش. هاد لاطاس نديرها سوفون، يطلبوها مني بزاف في الدار، تجي شغل كيما نقولوا منعشه. فوالا تجي فريش بنينه، ميم تانيك فيتاميني، فيها دوك لي زابريكو ساك، فيها لي زو، فيها دو ياغورت. الوغ حاجه مليحه تنفع ميم بزاف للدراري صغار ولينا حنا تانيك الكبار. فوالا ونخلطو بيان باش نزيدو ندخلو كامل هذاك لو ياغورت مع لي زانغريديون الاخرين. فوالا غير بلو فوي voilà la crème tana راهي بخات، راهي واجده. وهذا المشمش اللي قلت لكم قسمته دي بتي كيوب، هذايا انا راح نخلوه ومن بعد ابري تشوفوني وين راني رايحه نستعمله. voilà نحط لا كريم تاعي تبرد شويه في الفريجيدار ونروح نحلو كيف كيف لاباط. كما راكم تشوفوا معايا هنايا بديت نفتح في لاباط تاعي بعد ما خرجتها من الفريجيدار وخليتها روبوزات مده 15 دقيقه. هنايا سوبودريت لو بلون دو طرافاي ديالي، رشيتو بشويه فارينا وراني نفتح في لاباط. ما تحلوهاش بزاف بزاف رقيقه باش لا طارت تاعكم ما تجيكمش يابسه، وما تحلوهاش ثاني كخشينه. فوالا باش كي تكونوا تاكلوا لاباط ما تتغلبش على لا كريم. هكذا نحلوها كامل. بعد ما حليت لاباط ديالي هنايا جي بوري مون مول، دهنتو بالزبده باش ما تلصقناش لاباط، حليتها وستويتها بيان فلو مول. وهنايا راني ندير لها هدايا دي بيك غير بلا فورشيت باش لاباط تجينا خفيفه وما تتنفخش، مالغري كو ما درنا لهاش خميرة الحلوى لا ليفيغ شيميك. فوالا هكذا كيلكو ترو. وهنايا عندي هذاك المشمش فوالا لي قسمتو دي بتي مورسو، نزربعوه كامل على لاطارت ديالنا. نديروه كامل هكذايا في لي كوتي تاع لاطارت في لو ميليو، نغلفوها كامل بالمشمش. والمشمش تاعكم باردون ما تشمخوه على الافونس، ما تشمخوه حتى حاجه، ديروه هكذا فوالا. باسكو ديجا المشمش ما يجيناش يابس بزاف، يجي لا تيكستور تاعو يجي شغل مالكه. الوغ في الفوق راه رايح شغل يتعسل، هو راح يتلقى لنا عسيله. هكذا نديروه كامل في لاطارت، نمشوه على كامل لي كوتي هيدا ايبارفيي بارتو. وهنايا في هاد ليتاب نجي نفرغ هذيك لاباري ولا لا كريم تاعنا تاع لاطارت اللي خدمناها بالياغورت. هيدا نفرغوها كامل صاير داير، ابري نستويوها غير بلا كويير. فوالا بعد ما فرغت كامل لا كريم ديالي هنايا نمشوها شويه هكذا باش نقيسو كامل لاباط. وإلا بقاو لكم لي مورسو تاع لي زابريكو تاع المشمش هكذايا يبانو ما كاش مشكل، لا طارت اصلها دايره هكذا. نمشوها مليح فوالا وندخلوها لو فور طيب. بيان سور جي بريشوفي مون فور ا لافونس، شعلت لو فور تاعي ا لافونس على 170 درجه فوالا، ودرتو على نار قليله شويه ندخلوها طيب. كي طيب لنا من الفوق نشوفو هاد لي كوتي احمارو، نشعلو لها شويه الفوقانيه تاع لو فوغ حتى تشوفو هاد لو ياغورت تاعكم منشف. فوالا ياخذ لا بيل دوغور، ياخذ اللون الذهبي اون ميم طون ينشف. ندخل لا تارت تاع لو فوغ طيب ونتلاقاو ان شاء الله في لا فينيسيون. اي فوالا هاي لا تارت ديالنا في الشكل النهائي بعد ما وجدت. درت لها اون بيتيت توش تاع لا ديكوراسيون جوست برك بالسكر غلاس. فوالا تقدروا تستغناو ماما عليها تخلوها توت سامبل، خرجت ما شاء الله كما راكم تشوفوا فيها. فوالا هذاك المشمش الداخلي تحصل كما قلت لكم يطلق لنا كامل العسيله ديالو. وبالنسبه لهذيك لا كريم تنشف وتشد روحها وتاخذ هذيك لا بيل دوغور فوالا وتولي لنا كوم ان فلون. وصفه بزاف سهله تري فاسيل وبنه عظيمه، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نقسم معكم ان بوتي مورسو نشوفوا كيفاش جاتنا لاباط. بسم الله نشوفوها كيفاش جاتنا من الداخل، فريمون ما شاء الله تتقسم وحدها اون بات فريابل
voilà لو مورسو اللي قسمته معاكم. نشوفوا كيفاش جاتنا لاباط، كيفاش جاتنا لا كريم اوسي. voilà بسم الله. voilà كيما شفتوا معايا لاباط تقسمت لنا فاسيلمون، بزاف خفيفه ما شاء الله. voilà un gâteau très très bon كيما قلت لكم، il est délicieux. voilà نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. فوالا نتلاقاو ان شاء الله في دي فيديو جداد مع دو نوفيل ريسيت. مع السلامه. هذه هي لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم اللي كانت اون تارت بليزابريكو سك والياورت بالمشمش المجفف والياورت. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وعجبتكم لا ريسيت ديالي. ان شاء الله نتلاقاو في دي فيديو جداد مع دي ريسيت جداد. مع السلامه وتهلاو في روحكم.